بودكاست. في العام 2000 انتقل دونالد هيثفيلد وزوجته تريسي فولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان يحملان الهوية الكندية، بل إن دونالد حسب الوثائق التي معه ابن دبلوماسي كندي خلال ستينيات القرن الماضي. على مدى 20 عاما أو أكثر ظل الزوجان يتجسسان لحساب الاتحاد السوفيتي ثم لحساب روسيا. دونالد هيثفيلد وزوجته تريسي. لا يوجد مجتمع محصن تمام التحصين، كل المجتمعات معرضة للاختراق من قبل جواسيس جهات عدوة أو صديقة. هنا المصالح تسمو على المبادئ والأخلاق وعلى الصداقات. كل جهة ترسل جواسيسها الذين يتخذون هويات شتى، أو تجند من تلك المجتمعات من هم مهيئون للخيانة، تجعل منهم عيونها التي تراقب، وآذانها التي تتنصت لها، ويدها التي تجمع المعلومات وتأتيها بأخبار كل شيء. في زمن الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، تطور الفعل التجسسي بتطور الأدوات التي تتيح للجواسيس التغلغل في المجتمعات المستهدفة وتحول دون افتضاح أمرهم بسهولة. ومما تم ابتداعه في هذا المجال ما يمكن اعتباره استنباتا للجواسيس في بلد من البلدان، بأن تصنع لهم هوية حقيقية تكون غطاءهم الذي يبعد عنهم الشكوك والظنون. من القصص العجيبة التي تدرج في هذا الباب قصة جاسوسين سوفيتيين تمكنا من التسلل إلى المجتمع الأمريكي، وظل يزودان موسكو بتقاريرهما على مدى عقدين من الزمن أو يزيد. كان زوجين لهما ولدان، وكانت حياتهما مستقرة لا يعتريها اختلال. في 30 من غشت من العام 1900 في كرانسك على ضفاف نهر الكان في روسيا ولد أندراي أوليغوفيتش بيزروكوف، ولما أنهى تعليمه الثانوي انتقل إلى مدينة تومسك لمتابعة دراسته الجامعية، والتحق بجامعة تومسك حيث كان طالبا بين العامين 78 و83 900 هناك في جامعة تومسك التقى إلينا فافيلوفا التي سيتخذها زوجة. تزوج مباشرة بعد انتهاء دراستهما الجامعية، وانتقل إلى موسكو حيث دخل مدرسة تكوين ضباط الكاجبي مخابرات الاتحاد السوفيتي. منح أندراي بيزروكوف هويته التي سيحملها على مدى كل السنوات التي عمل فيها جاسوسا في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. اسمه الجديد دونالد هيثفيلد. لم تكن هوية بلا سند. في بطاقته أنه من مواليد العام 62 900. هي هوية لابن دبلوماسي كندي توفي تلك السنة 62 900، وهو في شهره السابع. وفق تلك الهوية التي منحها إياه جهاز المخابرات السوفيتية، فإن دونالد هيثفيلد مواطن كندي. زوجته إلينا فافيلوفا من مواليد تومسك في 16 نوفمبر من العام 62 900، وقد عملت الكاجبي على مدى ربع قرن بهوية زائفة. خلال تلك الفترة كلها كان اسمها تراسي فولي. انتقل الزوجان إلى كندا، حيث انتسب دونالد هيثفيلد إلى جامعة يورك، حيث أحرز شهادة البكالوريوس في الاقتصاد الدولي. وبين العامين 1995 و1997 تابع دراسته في المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بون اي شوسي في باريس، وحصل على الماستر في التجارة الدولية. كان دونالد هيثفيلد يقبل على الدراسة بنهم شديد، وكانت المجالات التي يتابع فيها دراسته مما يفتح له أبواب كثير من المنتديات التي لا تلجها إلا النخب. الآن أصبحت الطريق سالكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
انتقل إلى هناك في العام 99 900 وألف، وفي خلال عام واحد في العام 2000 حصل على ماستر في الإدارة العمومية من هارفارد كينيدي سكول. الدراسات التي تابعها إن في فرنسا أو في كندا ثم في الولايات المتحدة الأمريكية جعلت هذا الجاسوس السوفيتي يحقق نجاحا باهرا في مجال الأعمال، حيث اكتسب خبرة كبيرة من خلال المؤسسات التي عبر منها. ما بين العامين 2000 وحتى العام 2006 كان شريكا في الجلوبال بارتنرز إنكوربوريشن، وهي من شركات الاستشارات المعروفة، ومن عملائها شركات ذائعة الصيت كألستوم وجنرال إلكتريك وتي موبيل وبوستون ساينتيفيك، وكلها شركات لها امتدادات على صعيد عالمي. كان موقعه ذاك يؤهله ليجمع الكثير من المعلومات حول سير هذه الشركات النافذة في الاقتصاد الأمريكي، ويجعل موسكو تتابع كل شيء عن كثب. الشهادات الجامعية التي حصل عليها، وخاصة مروره بجامعة هارفارد، تلك الشهادات كانت تمنحه هالة من الاحترام. كان خبيرا نشطا ومحاضرا مقنعا. في العام 2006 في مايو من تلك السنة تولى رئاسة الفيوتر ماب، وهي شركة تخصصها أنظمة التخطيط والتنبؤ الاستراتيجي، تعمل لحساب الحكومة والشركات، لها فروع في باريس وفي سنغافورة. كانت شركة مؤثرة، وقد ظل دونالد هيفيلد أو أندراي بيزروكوف وهو اسمه الحقيقي، ظل على رأس تلك الشركة حتى العام 2010. ازداد للزوجين دونالد هيفيلد وتريسي فولي واسمها الحقيقي إلينا فافيلوفا، ازداد لهما ولدان في العامين 90 و94، وكان على تريسي أن تهتم بهما، ولذلك أمضت سنوات ربة بيت قبل أن تعود إلى ميدان العمل، واختارت الاشتغال وكيلة عقار، وهي مهنة تبقيها على اطلاع بما يجري في قطاع ذي أهمية قصوى في الحياة الاقتصادية للولايات المتحدة. كانت عائلة الزوجين الجاسوسين رغم أصولهما الكندية المزعومة تبدو ككل عائلة أمريكية. لم يتوقف تسلق دونالد هيفيلد الدرجات، وكان عضوا في الورد فيوتر سوسيتي، وهي التي كتبت عنها صحيفة بوستون هيرالد مرة بأنها مصنع أفكار للتقنيات الجديدة. وكانت هذه الشركة تجذب الكثير من الخبراء المتخصصين في الإدارة العامة، وهو ما مكن هيفيلد من اكتساب علاقات على مستويات رفيعة في الولايات المتحدة الأمريكية، كعلاقته بألبرت جوليون فورت الذي كان مستشارا في شؤون الأمن لدى نائب الرئيس الأمريكي آل غور، أو علاقته الوثيقة بأستاذ الإدارة في جامعة جورج واشنطن ويليام هالل. كانت علاقاته تلك التي تغلفها اهتماماته الأكاديمية مما أتاح لدونالد هيفيلد الاطلاع في مناسبات عديدة على مشاريع أمريكية مستقبلية. وكان ذلك أهم ما في مهمة هيفيلد التجسسية، وكان ذلك أكثر ما يهم القادة السوفيات ثم الروس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. لم ينهي ذاك الانهيار مهمة الجاسوسين دونالد هيفيلد وتريسي فولي. كان التجسس الذي يقوم به الجاسوسان من قبيل التجسس الناعم، لم يكن في حياتهما ما يلفت الأنظار ويثير الفضول. كان يحرصان على أن لا يعلم بمهمتهما أحد، حتى ولداهما لم يعلم بذلك، بل إنهما لم يتحدثا قط بالروسية في حضورهما. استمر الأمر على ذلك الحال لأكثر من 20 عاما. هل كانت المخابرات الأمريكية وهي الأقوى في العالم غافلة عما يقوم به الجاسوسان؟ قد يكون إتقان الجاسوسين الاندماج في المجتمع الأمريكي مما أخر اكتشافهما. لم يكن في حياتهما ما يوحي بأنهما أرسلا من الاتحاد السوفيتي. كانت لغتهما الأمريكية ممزوجة بلكنة فرنسية كندية تحيل على أنهما كنديان.
في يونيو من العام 10 و2000 جاء رجال الاف بي اي مكتب التحقيقات الفيدرالي الى منزل عائلة هيثفيلد في بوسطن. كان تحرك الاف بي اي يتم ضمن اطار عملية لمحاربة التجسس اطلق عليها قصص الاشباح. تم اعتقال الزوجين دونالد هيثفيلد وتريسي فولي على مرأى ومسمع من ولديهما أليكس وتيم، وكان يبلغان من العمر تباعا 16 و20 عاما. حدث ذلك في 27 من يونيو 10 و2000. كان يظنان أن والديهما مواطنان كنديان عاديان، لم يكونا يعلمان بأنهما جاسوسان روسيان. يومها وقع في شباك الاف بي اي 10 جواسيس. قيل ان المخابرات الامريكية ما كان لها ان تسقط القناع عن هيثفيلد وزوجته تريسي لولا معلومات توصلت بها من عميل سوفيتي انشق عن المخابرات الروسية وريثة الكاجيبي. لم يطل بقاء الجاسوسين رهن الاعتقال، اعلنوا هويتهم الحقيقية واعترفوا بأنهم كانوا يقومون بالتجسس في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم قبل موفى العام 10 و2000 تم في جنيف ترتيب عملية تبادل للجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. بعد عودتهما إلى موسكو استقبل من قبل الرئيس فلاديمير بوتين ومنح وسامين رفيعين جزاء للخدمات التي قدماها لروسيا. وتم تعيين دونالد هيثفيلد الذي استعاد اسمه الحقيقي أندراي بيزروكوف في مهمة مستشار لدى إحدى الهيئات الحكومية، بينما طغى على حياته الجديدة في روسيا مشاركاته الغزيرة في العديد من البرامج التلفزيونية. في الآن نفسه تحولت زوجته إلى كاتبة. كان ما يستقطب الاهتمام في كتاباتها تلك القصص المرتبطة بالسنين التي تجسست فيها لروسيا وقبلها لبضعة أعوام للاتحاد السوفيتي البائد. نشرت تريسي فولي، وقد استرجعت اسمها الحقيقي إلينا فافيلوفا، كتابا حول تلك السنوات التي أمضتها جاسوسة في الولايات المتحدة الأمريكية، واختارت له عنوانا المرأة التي تعرف كيف تحفظ الأسرار، وضمنته الكثير مما عاشته على امتداد مسارها جاسوسة للاتحاد السوفيتي ثم لروسيا. في كتاباتها تلك عن قصد ربما رسم متكامل إلى حد ما لتجربة للمخابرات السوفيتية كانت جديدة حينها. هي تجربة تكوين جواسيس لهم القدرة وقابلية الاندماج في المجتمعات التي يستنبتون فيها. كان من مقومات هذه التجربة صنع هويات حقيقية ليحملها مواطنون زائفون وتكون لهم قناعا للقيام بالمهام التي أرسلوا إليها. لعل هذا الجديد هو الذي مكن الجاسوسين وخاصة أندراي بيزروكوف من دخول دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. لم تكن المهمة التي أوكلت إلى الجاسوسين تتركز على مجال محدد كما كان فيما مضى، ولكن المهمة التي وضعت على عاتقي بيزروكوف وزوجته إلينا فافيلوفا أن يتحول إلى مواطنين كنديين هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد فعل. ولداهما أليكس وتايم، واجها قرارا بتجريدهما من جنسيتهما الكندية وكسبا معركة قضائية ساخنة، ولا زال إلى اليوم يعيشان في كندا مواطنين كنديين. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية، بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت. عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون. الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية. قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها، أو هي نهاية حياة. تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبد اللطيف بوحموش،
أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني. أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية.